عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة ديالكم. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو مختلف شوية، غندخلوا شوية في سلسلة ديال الاوتوماتيزم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنديروا اول حاجة نديروا لا كومونيكاسيون مع الاوتومات S7200. غادي نستعنوا ان شاء الله بلوجيسيال تيا بورتار. نبداو ان شاء الله لا كومينيكاسيون ديالنا مع الاوتومات. اول حاجه هي اننا ان شاء الله غادي نحلو لوجيسيال تيا بورتال. اول حاجه خصنا لوجيسيال تيا بورتال باش اننا نديرو لا كومينيكاسيون مع الاوتومات. هنا غندير كريي ان بروجي جديد، ندير كومينيكاسيون. بلانيت نديرو كريي وبعدا بروجي جديد. هنا غادي نتعاملوا مع واحد الاوتومات اول مره غادي نديروا معاه لا كومينيكاسيون، يعني غنكريي واحد بروجي جديد اللي غادي نكومينيكيو به مع الاوتومات، وديك الساعه نهزو منها البروغرام اللي فيها. وبطبيعة الحال اول حاجه كما غادي نشوفوا في الفيديو اللي غادي يورينا دابا هي لا ليزون. لا ليزون ضروري تكون بالكابل RJ45، لكن كما قلت لكم هو انه لابد دير لا كومينيكاسيون مع البي سي. ها هو لابد كابل RJ45 يكون ما بين الاوتومات والبي سي ديالنا، لابد قبل ما نبداو العمليه ديالنا والفيديو اللي غادي نشوفه ان شاء الله. من بعد ما شفنا الفيديو ديال لا ليزون خاصها تكون ليا مع الارموار، دابا ندوزو هادي هي لا في ديال البروجي. نديرو كونفيغوراسيون اباراي، غادي نديرو اجوتي واحد لاباراي اللي حنا ديجا غنكونو عارفين ريفيرونس ديالها هي S7200. انا عندي هي هادي بالضبط CPU 1214C، هي هادي. مي انا غندير بحال انا ما كنعرفش، غندير نو سبيسيفيك بين S7200 ولكن اشمن وحده من هاد لي سي بي اي ما عارفينش واش 1214 1212 1217، ما عرفناش بالضبط باش اننا نتمكنوا اننا نعرفوا واش من اباراي ونتكومينيكاو معاها. غادي نديرو واحد لاباراي نو سبيسيفيك يعني ما معروفاش، وديك الساعة بحكم اننا ليزون مع الاوتومات غنتمكنوا ان نقولوا البروغرام ديتيكت هي هذيك الاوتومات اللي انت ملي معاها. اول حاجة لي اساسية هي اننا خصنا نمشيو وخصنا نقادو الادرس اي بي ديال البي سي ديالنا ضروري. حنا دابا حنا دايرين اوتوماتيك، وهنا في هاد لي كومينيكاسيون خاص ما غاديش تكون اوتوماتيك، خصنا حنا نعطيو لادريساج. فوالا، منين نوركو على هاد لادابتادور غادي نوركو على ايثرنت نديرو بروبريتي. من بعد ما نديرو بروبريتي حنا عارفين ان البروتوكول باش نكومينيكين هو فيرسيون 4، غنجيو نوركو على فيرسيون 4 ونديرو اوبسيون ونديرو لادريس اي بي اللي بغينا. لادريس اي بي اللي بغينا هي 192.168.0.5 باش نبعدو على لوطوماط.
الله رجعوا دابا نرجعوا دابا البروغرام ديالنا ديجا سبق ليا وقت ليا نديرو ديتكتي فوالا هادي هي لا كونفيكيراسيون ماتيريال اللي عندنا دابا عندنا ديكود ديجيتال انبوت ديجيتال انبوت يعني اونتري توتوريال وهادو انالوجيك ثلاثة و سي بي اي ديالنا هنا نديرو لا ليزون اون لي نديرو لونسي لا روشيرش دابا حنا غنكومينيكيو مع لوطوماط دابا لا ليزون ملي كدير لا ليزون كيطلع لك هنايا اللون الليموني هنا شنو بقى لينا اننا نمشيو نجيبو البروغرام اش غنديرو غنديرو شارجي دون لاباراي لا حيت حنا باقيين مازال اصلا ما عندناش بروغرام يعني غنديرو شارجي دو بوي لاباراي يعني خصنا ناخذو من لاباراي ناخذو بروغرام نديرو بحال هكا ندير شارجي دو لاباراي نتسنى هو ياخذ البروغرام ديالنا اي فوالا هنا كنكونو خدينا البروغرام ديالها باش ندخلو كيما كتشوفو البروغرام راه طويل هذا هو البرانسيبال هو اوبري ان ونتمنى نكون الفيديو نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو وتكون استفادة للجميع ان شاء الله وهذه هي الطريقة باش خدينا بها البروغرام من الاوتوماتيك ما طرا ديجا كيكون مكتوب في السيري ديالها ها هي S7200 واو السي بي اي شنو من ريفيرونس ما احنا درنا بحال ما عرفناش اصلا وخدينا من عنده ريفيرونس وكلشي وكاينة الاش ام اي ديالنا احنا حيدنا لا ليزون معاها نورمالمون الا بغيتي دير لا ليزون خصك تستعمل سويتش ها هو راه كاين انا ما خدمتش به خدمت ديريكت مع لوطوماط الا بغيتي تخلي كلشي كومينيكي وفي نفس الوقت انت خدام راه كدير سويتش باش تخدم بيناتهم